احنا شرفنا تريد الله يخص صواني مفطح. طبعا بالاضافه لمطعم قمر اللي تحت في عندنا هون كوفي. كوفي عباره عن قعده شبابيه رائعه تتمتع بالارجوله بالشاشات اللي عندنا ما يقارب اكثر من 10 شاشات، وفي الكادر في مطعم التركي العمال كلهم عراقيين. اللهم صل على محمد. شوف قبل جوه المطعم الامير، المطعم قديم ومعروف على مستوى الحسيني يعني، والعالم كله تعرفه، وهو مطعم قديم تاسس تقريبا بال 84 ولحد الان مطعم كل المحافظات تعرفه يعني. هسه وين ما تروح تسال بالحسيني يقول لك مطعم الامير، وحتى الفلكه مطعم الامير سموها على معزه مطعم الامير وحضوره. وجد مطعم رادت تنافس مطعم الامير ورادت تكسر مطعم الامير، والحمد لله مطعم معروف ولا شعبيته ولا تقلب الحسيني يعني. والله هسه احنا ما عندنا اي اكلات مال زنجار وبيتزا، واي احنا شغلاتنا ريوق وغدا، واكثر شيء بالغدا احنا شغلاتنا تريد الله يخص صواني مفطح الليميات لحم دجاج هيك، هذا شغلنا المعدل. مطعم قمر كانت انطلاقته بشهر 3 سنة 2021. كانت الفكرة انه نختار منطقة نفتح فيها، وتم الاختيار بالحسينية. وبعد 6 اشهر من مرور الافتتاح الشركاء واصحاب المحلات كانوا يقولوا يا ريت نحن بلشنا الافتتاح بسنة 2000 وال 1999 وال 2001 لانه كانت تجربة كثير ناجحة. اعتمد مطعم قمر على الكادر العراقي الصافي مع بعض الاشخاص اللبنانيه ببعض المراحل اللي ساعدوهم بالافتتاح. مطعم قمر يتميز بالوجبات السريعه، وفي بعض الوجبات اللي هي مش سريعه ولكن مذاقها كثير طيب. هلا اليوم حنحكي بالفيديو على منتج جديد تقريبا صرنا 20 25 يوم عم نشتغل عليه، واللي هو الفروج على الفحم. هلا حنمشي ونشوف كيف بيتقدم وكيف بيطلع فروج بنكهه لبنانيه رائعه. اولا اجواءهم شبابيه، اكلهم طيب، نرجلتهم طيبة، أسعارهم مناسبة زينة، المكان بارد وجميل ومرتب يعني. مطعم التركي بالأكلات الشرقية والغربية كل اللي يبيكم. عندنا أكلات الغربية الكنتاكي والريزو والكنتاكي والستيك والجوردن، وعندنا دجاج المحشي، المشاوي، الكباب والتكة والمعلاق، الغنم، غنم خالص عراقي. مطعمنا تأسس 2017 والحمد لله تتكون الزبائن حتى من خارج بغداد يأتون إلى الحسينية في مطعم التركي. والله الأكل هنا نظيف ورخيص وكل مناسب، والخدمة به كلش حلوة، والولد كلهم طيبين هنا، والأكل كلش مناسب ورخيص، وعاش إيديكم على هذا الأكل.